حياكم الله يا جماعة الخير بمقطع جديد وحلقة أنا متحمس لها جدا صراحة، لأن اليوم لازم ننقل السجناء اللي معانا اللي سجناهم بالحلقة الماضية اللي شاف المقطع. طبعا يعني رح ناخذهم إلى السجن، وبطريقنا أيضا رح نشتري عدة أدوات علشان تساعدنا بعملية الفحص أكثر وأكثر عن المهربين. يعني لذلك يا جماعة الخير أتمنى أنكم تضغطون على زر لايك يعني علشان تدعمون المقاطع أكثر ونستمر بالقناة، وشكرا جدا لكل شخص جالس يشترك بالقناة عشان نوصل 2 مليون بأسرع وقت ممكن. يعطيكم ألف عافية وربكم أساطير، ما يمدينا أتكلم أكثر من كذا، شكرا جدا لكم. طيب بسم الله، افتح الباب الآن يا سجناء يا المهربين. اي هذا المشكلة يسبني، هو غلطان الان. طب انا ايش اسوي الان؟ هاي تعال معي الان، ترانسفير تو بوليس كار، يلا على السيارة الان، على السيارة بسرعة، اختصرنا الموضوع شباب. القينا التعويذة السحرية، راحوا على السيارة الان. سكر الباب، ناخذهم الان على السجن، ومثل ما قلت لكم راح نشتري ادوات ونرجع. طبعا هذا بابي راح اطلع من هنا انا. اوكي بس هذا الباب يفتح بوشي، المفروض افتحه من هذيك الجهة. شو هذا ايش يخبرني الان؟ يقول لي اركب السيارة. طب انا برك هذه تشيك ليست الان. اوكي لازم احط السيجارات الممنوعات فيها كلها. اوكي نايس، تمام شباب الان نقلنا السجائر الى هذا المكان، صارت البضاعه معنا تمام الان. هو تذكرت هذه السياره كيف تشتغل، يا ساتر والله شام مشوار. والله غير راتب. ايوه كفو، شد بعد عني، ابعد، لازم اوقف السياره كل شويه اشيك الخريطه وارجع تستهبل. ايوه خرجت من الان. هذه صراحه غبيه شويتين الفكره، يعني ما اخبي عليكم. شوف راح الطريق الخطا، انا لازم انزل لتحت. يا الله دي مشكله والله، انا ما يمديني اعرف فين لازم اروح. والله دي مشكله كبيره كمان. احس جبت العيد، احس جبت العيد شباب، احس جبت العيد. الا والله جبت ام العيد كمان. يا الله ارجع لورا شباب. اوه هذا اوتيل، هذا لك الان من متى في اوتيل باللعب؟ هذا مكان جديد شباب، اوتيل والله، في ناس امام الاوتيل كمان. استلمتها، ايش ذا ايش ذا؟ اوه ماي جاد ايش ذا؟ شباب اللي انزل الان. طب لا تقول لي انا كمان لازم افك الطريق، بالله تستهبل الان. 1 2 3 4 5 انكسرت اتوقع. يس ليتس جو، يلا حرك حرك مدير، حرك يا مدير، حرك حرك يا مدير، حرك. اوه ماي جاد، هدي هدي ولد، انت ما تحترم الناس انت يا حبيبي. لا تصدم، ما يمديني ارجع ورا. الاشاره مبينه هناك من اول وانا ما ادري يا جماعه، والله كذب والله، توني انتبه انه في اشاره. اوه ماي جاد والله اني مو شايف الشجره، والله معليش الشجره قد راسي مو شايفها يا حبيبي. ليتس جو مدير، فك الباب. هلا والله اتذكرت ذا المكان شباب، والله اني اتذكرت ذا المكان. هلا والله حبيبي، استلم السجناء الان لو سمحت، خذ السجناء. تمام اعطاني 200 دولار، نضيع وقت يا جماعه الخير، انا عندي شغل لازم ارجع بيتي اشتغل الان. اوه شو وصلت، فك الباب لو سمحت الان. خلينا ننزل يا جماعه، تعالوا نجي الى هذا المكان ونشتري بعض البضائع. هلا والله يا مدير. اوه تخيلكم معي كي شايفين شباب، اسمع الاغراض هذه. اوكي دايم والله انا معي 500 دولار. هي وات، لا معي اسلحه كمان، يمديني اطلق على الناس بعدين. اوه دايم، تعال نجيب يا جماعه الخير، كيف اشتري ذي؟ لا اشتريت من 2 بالغلط، حسبي الله، ما علينا ايزي. هات مسدس، هات طلق، ليش لحتى ما نشتري مسدس طلق يعني؟ هات طلق كثير مره كمان. ليتس جو شباب، والله اللي يتعرض لي والله، والله شباب وقف، ما يوقف شباب، ما حدا يوقف والله. ايش ذا؟ وقف عندك، وقف عندك، فك الباب، فك الباب، فك الباب لك الان، فك الباب، هات وراخك الان. فك الباب اخبرك حسبي الله. اوه شباب وين جيت انا؟ مكان عسكري، والله انت ذكرت ذا المكان، ما ادري ايش اخذت من هنا، اخذت بضاعه اتوقع، اخذت اشياء، والله اني ما اذكر شباب. اما هنا راح اسلم البضائع الممنوعه واخذ عليها فلوس. اوكي حركات، راح نكلم ذا شباب، راح نعطيه، خليني اضب السلاح الان، انا بكلمك من هنا حبيبي، خذ البضاعه. 42 دولار، حلوين شباب. اوكي شباب بعد ما خلصنا شغلنا راح ننتقل الى الحدود، راح نشتغل شغلنا في صباح اليوم التالي طبعا. والله الدنيا صارت لي طفي الان، خلاص طفي شوي، طفي الان، خلاص شباب وصلنا الان، راح اصف السياره في هذا المكان شباب. ميكانيكي يصلح لنا الوضع بالله عليك، يعني الان انا جبت ام العيد ترى في ذي السياره اليوم. اوه صباح الخير يا جماعه الخير. اوكي الاغراض اللي اشتريتها ب 400 دولار طبعا، وهذه الاغراض الباقيه والتكاليف. اوكي راح احاول بهذا اليوم اسوي بدون اي غلطه الان تمام، لاني بالحلقه الماضيه جبت كثير عيد يا جماعه الخير، ما انتبهت على نفسي ابدا ايش جالس اسوي، ولكن الان راح انتبه بشكل ما تتصورون الان. اوه ايش ذا احمر؟ هذا ليش احمر؟ كارجو ليست. اوه ماي جاد شباب، كارجو ليست، يعني في واحد عنده عده اشياء ممنوع يكون ما له مصرح فيه يدخل فيها يعني تمام. المهرب هذا يا جماعه الخير الجنسيه تبعه من ريبليك اوف كاغاستام، كاغاستام، اوكي كاغاستام، تمام. ليتس جو، خلينا نشتغل الان يا جماعه الخير، من الدين الصباح. هلا والله يا مدير، هلا والله، تعال تعال يا حبيبي، تعال يا صف ذا المكان بسرعه الان. شكرا لك يا عزيزي على الاوراق، تعالوا نشيك اذا يا ترى. اوه يا الكارجو ليست عنده هنا، والله تذكرت اللعبه شباب، اللعبه رهيبه والله. صح في واحد كتب لي بالتعليقات حط على هذه وحط على هذه، بيحط لك كم عمره هو؟ 28. نايس وان، كفو لك على هذه المعلومه، ربي اسطوره والله. اوكي ممتاز جدا، قلنا الناشوناليتي تبع هذاك لازم يكون من، عرفته ما عليك، هذه مو هي تمام، هو مو من اكاريستان تمام، يعني هذا اسمه لو. اوكي ممتاز، سوكولوف. اوكي مثل ما قلت لكم ما راح اسوي ماتش يا جماعه، خليني اشتغلها بشكل احترافي، يعني كان بدي اضغط كذا وكذا بس ما راح اسوي ذا تمام. الباسبورت نمبر F5GEF. اوكي نايس وان، هذا ينتهي ب 1981 سبتمبر، احنا ابريل، جدا ممتاز هذا. اوكي ما عليه مخالفات هذا شباب بالنسبه لي،
بس خلينا شيك البضاعة اللي عنده الآن، مو قصة معلم خلافات. هو إلي روح جيب النوت بوك تبعك هذا يا شباب، هذا يعني تمام. أوه عندي أسلحة كمان هنا، كل شوي يجيني أسلحة. هلا والله جيبها جيبها. أوكي هذا النوت بوك تبعنا، نضغط سي. أوه يا ممكانه. الله 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 الله. أوكي شباب لازم الآن نحسب الأغراض، ركزوا كويس هنا معانا، أغراض مكتوبين في هذا المكان. أتوقع إذا حسبت لوحده راح يطلع إياها. يب هذا البراتين قلنا الآن تمام، هذا واحد هذا واحد. تمام أوكي أنا راح أحسبهم وراح يشوف لي لوحده الآن أتوقع. عنده من هذه كمان الآن، تعال نحسب هذه كم واحدة عنده منها. إيش هذه أصلاً؟ سيمنت. أوكي هذه الإسمنت، كم حبة كاتب الإسمنت؟ 10. سجلنا 4 الآن. هذه 5 وهذه 6 7 8 9 10 10. اوكي ممتاز، عنده اسمنت العدد المناسب بشكل جدا كبير. عنده من هذا هذا يا جماعة الخير مسحوق حبة، نايس ون. وعنده من الغاز انه 3، هذه 1 لا غلط، هذه 2 وهذه 3. نايس والله مو مخربط بشيء ذا. اويل بارر 1، هذه هي هنا. ما بدينا احطها ليش ما ادري. والاويل بارر. اوكي شباب في عندنا مشكلة بسيطة طلعت لي الان للامانة، ما صار يخليني احسب. او ماي جاد. الان بدا يحسب، الان بدا يحسب، ما ادري ايش صار والله. كذا نسوي سكان بسيط لكل الامور. اوه كذا اسهل، اما كذا اسهل اسجل والله كفو. انا كذا شيكت كل شيء معاه. كارجو ليست، هذه هنا الكارجو ليست الان. تمام انا شيكت الان، بس ما بدي نحط صح على الكارجو ليست يعني. كونفيرمت كارجو هنا. يب شباب شوفوا الكارجو الان هنا معاه بهذا المكان، شايفين؟ 2 ب 10 الان تقارن الموارد كذا. اوكي بسجلهم عشوائيات، بنجي نقارن مع بعض بعدين بنشوف. تمام ليتس جو شباب، خلاص خلصنا الان. انا مش خلصنا، ثواني شويتين ثواني. انزل انزل من السيارة شوي لو سمحت، بأمره الآن ينزل شباب. ما يمديني أخليه ينزل دقيقة شوي، احتمال تكون محمل معك شيء يا ولد. انزل من السيارة شويتين بس لو سمحت يا مالك أمر. أنا مضطر إني أفتشك الآن لأن أنا خايف من ذا الموضوع بشكل، فما أتوقع له شيء ثاني ذا شباب، مستحيل يكون حاط داخل هنا أشياء يعني. ما أظن، أوكي تدري إيش؟ خلاص روح حرك يا مدير، تعال هذه ختم الآن لك، ما عليك أبدا أي شيء تفضل. يا رب تكون سويت القرار الصائب يا جماعة الخير. السلام عليكم، يلا سكر. توكل توكل يا مدير توكل. هلا والله هلا نورت هلا. وهذا كارجو ليست؟ لا ناقص 100 دولار. لا ليش؟ ليش طيب؟ ايش سويت انا خطا؟ دقيقة شوي، انا ايش سويت خطا؟ شباب كاتب مع اوراق غير صالحة، بالله عليكم شفتوا ايش الاوراق غير صالحة؟ ما فهم صورته. شوفوا الاسم صحيح، الاكسبيريشن ديت صحيح، باسبورت صحيح، كله صح. يقول لك كان عنده باد بيبر وورك، ما عنده ورق صالح للشغل. ورق صالح للشغل؟ اوكي هذه انا ما فهمتها، معلن خلي اللي بعده اللي بعده شباب. انا جبت العيد. معقول انا والله ما انتبهت. اوكي معلن يا شباب بالله سامحوني اذا انا غلطان، ما ادري ايش كان صار. معلن عطنا اوراقك عطنا الان. اوكي شباب بعض الاحيان يخبرك انه لازم تطلع الاغراض برا عشان تشيكها، ممكن يكون فيها ممنوعات للاغراض. اعطيني الان الاوراق معك الان شويتين، عطني هذه الاوراق. يا رب ما يجيب العيد شباب، والله لازم ادقق اكثر. انا اتوقع اني استهبلت. الصوره تبعه ممتازه الان. اوكي بس هذا ما يعني انه الانسبكتر هنا ما يمديني احط صح على ذي. طيب نادم تصير نادم. اوكي نايس والله بشيكها، بصير كذا انا خفت الان شباب والله اني بشيكها. 67 اوكي هذه كمان شيكها. في عندنا ماتش هنا ممتاز. ريبابليك اوف كاغاستام، ريبابليك اوف كاغاستام. هذا شباب مهرب والله مع غرض. اوكي ما راح اشككوا بشيء الان ولكن راح نصطادوا الان ايزي يعني. البيرث داي كم عمرك الان انت الان؟ 28. ما بيهمني اصلا ليش جالس شيك. نشيك هنا هذا ماتش نايس ون. انا اعرف شو ابريل ممتاز، ابريل هنا 25 هنا ممتاز كان ما في اي مشكله، راح تشوفون الان. ما عليه مخالفات ابدا ولكن هذا مهرب شباب، هذا مع الاسف شديد مهرب كبير جدا كمان. فراح نطلع كل غرض نضغط عليه اي الان شباب. خلينا ندخل بس، ممكن ادخل؟ ما خلينا ندخل ليش؟ نطلع ذي بعدين نسوي انباك انباك كذا يا جماعه الخير. ديني انزل كل اغراض برا، راح اشيكهم برا طبعا، فما عليكم لا تقلقون. هذول ممكن يكون فيهم مهربين. اوكي نايس. اوكي احتياطا بس لا اكثر، لازم مثل ما تعرفون كل ما نروح باللعبه اكثر كل ما راح يكون في تشيكات اكثر واكثر. اوكي خلينا نطفي هذه الان هنا معانا. و كيف اعرف ان هذه فيها شباب وات يبين والله الشيء اللي مهرب الان، مو المفروض اني افتح الكل اللي مهرب يبين انه تهريب، ما لازم اكسر له اي شيء ثاني. شباب شوفوا ايش مخبي هنا. يا حبيبي الله 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 مخبي شباب علبة كحول الان في ذا المكان يعني، شايفين يا جماعة شايفين؟ شايفين الغدرات شايفين؟ ما عليه شيء، لازم تركز في هذا الموضوع كويس، فأنا ما يحق لي إني أفتح كل شيء. دقيق أوه ماي جاد كمان وحدة، كويس إني جالس أفتحهم والله إني ذكي شباب، هذا أتوقع ما راح أجيب على أي خطأ. بسم الله الرحمن الرحيم، شوف إيش عندي الآن حاط فيها الآن كمان مرة، حاط فيها شباب عندي فلوسي فوق سالب 100 يا جماعة، والله ذي مشكلة والله. فاتوقع انه ده هنا يب هنا شفنا. لو سمحت انزل من السياره، عليك عمليه توقيف الان. انزل انزل انزل، خلينا بس شيك السياره اكثر واخر شويتين من هنا. شيك اذا عنده اغراض اكثر هنا، لازم شيك يا جماعه هنا. لا ما عنده شيء هنا. اوكي شباب الان راح نلغي القبض على ذا الان. عزيزي انت الان مهرب درجه اولى الان، تم الغاء القبض عليك بتهمه الان تهريب الكحول بطريقه غير صريحه لان مصرحه. سلام عليكم يا مدير، هلا والله.
اوكي شباب، الان راح نحاول نكلم زميلنا في هذا المكان يجي يشيلنا هذه السياره من هنا. تعال هنا، ايش اسوي هذا؟ واد حبيب والله احسبك الان. اوكي نظف لي المكان لو سمحت. يلا ليتس جو يا جماعه، شلنا السياره الان واعطوني 100 دولار لاني سويتها باحترافيه كامله. طبعا دائما راح يعطوك 100 دولار اذا كنت مسويها بشكل كويس. اوكي هذاك اللي ورا، اوه ديم شوف هذاك اللي ورا ايش بيكون محمل الان وراه. هلا والله، تعال تفضل عزيز، تفضل تفضل. هذاك راح من هنا، هذا ايش هذا؟ كارجو ليست. اما هذا اما هذاك راح يكون. والله في مهربين كثير يا جماعه الخير بهذه الايام، لازم ننتبه كويس على ذا الامر. او ماي جاد يا المهرب الكبير، او ماي جاد يا المهرب، او ماي جاد. طب هذا اذا بيكون مو نفس صورته ايش يسوي فيه شباب؟ بلا شوفوا معنا الان هذا الشكل مثل هذا الشكل. الا والله نفس شكله بس انا احسب مو اصله. اوكي اوكي ما علينا. كويدو بيريز، اوكي بشيكها احتياطا يعني. هذا ايش اسمه؟ باسبورت نمبر بي 2 اي دي كيو 6991 كمان ماتش. الابريل ومعاه هذا الغرض، معاه 2 بواحد. اوكي تمام ممتاز، ما في اي مشاكل الان تمام. ولكن راح افحص لك البضاعه الان، انا مضطر اني افحصهم الان. جيب هذه الان هنا، سوي لها باك باك باك. اوكي سوي لها هذه، شيك الان هنا شويتين اذا في عندك شيء هنا ممنوعات. ما عندك هنا ممنوعات، اوكي تمام ممتاز. طيب انا بشيك لك الان السياره ورا ما انزلك منها اتوقع تمام. خلينا نلقي نظره كذا سريعه شباب، ممكن يكون مهرب اشياء ونحن ما نعرف. ما عليه شيء هنا ايضا يا جماعه. فمن هذا المكان بديني احسب الكارجو اللي استبعد الان اتوقع. هذه الان واحده، وهذه واحده الان، وهذه كمان واحده. نايس شباب، هذا ما عليه ابدا اي مشاكل الان تمام. ما عليك شيء عزيزي، والله ان ما شفت فيك شيء يعني الان. تدري ايش الان؟ خذ هذا ابروفد ومع السلامه يعني، ودع الان. خلينا نكتشف يا جماعه اذا جبنا العيد ولا لا، لان قبل شوي والله جبنا العيد الاعياد الان. 100 دولار كفو شباب، والله ال 100 دولار هذه لما تجيك يا رجل الفرحه مو طبيعيه والله على ال 100 دولار هذه. طيب تعال هنا يا مدير، هنا شويتين وقف هنا، وقف خلاص بس 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 وقف وقف وقف. هذا ايش مسوي يا جماعه الخير؟ هذا اتوقع ما في غيرك انت اللي مهرب في هذا المكان. عطني اوراقك لو سمحت. هات اوراقك هنا، احس هذه مو صورتك اصلا ما ادري ليش. الا والله صورته شوف هذا نفسه البني ادم. طيب كويدو نورميلا، نورميلا كويدو نورميلا، نايس وان 6 اي دي 3 تي. اوكي نايس وان، هذه كمان مناسبه. يونايتد رالي اكتوبر، هذه مناسبه ابريل، وهذه اوغست. ولكن البضاعة اللي جالسين نقول لها هي 11 فلامبل سبستنسز. اوكي ما يكون عندك اشياء والله مكتوب عليه هذا مهرب شباب، فما ادري والله. لازم يكون مهرب، ما علينا. هذا الكارجو ليست الان، باك باك راح اطلع اجيب كل هذول الان برا برا برا، راح نشيكهم. ما ادري يا شباب يمديني اشيكهم داخل السياره ولا لازم اطلعهم كل مره؟ والله هذه ما اعرفها صراحه. ولكن شباب راقبوا عندي بقرب، ايش هو هذا البني ادم مخبي الان هنا؟ هذه حبه 2 3 4 5. اوه يمديني اشيكه كذا كفو والله. نايس، كم صار معاه؟ 9، بس 9 غلط شباب، المفروض 11 يكون معاه، وعشان كذا غلط والله. خطا على الكارجو ليست يا حبيبي تمام. فما راح نعطيك قبول شباب لهذا السبب، بس انا ما فتشت ايش في سيارته الان، راح اعطيك دينايد ليتس جو، لان انت ممنوع انك تدخل في 9 ومكتوب عليك 11 الان. يلا مع السلامه. المصرح فيه يدخل 11 بس هو داخل ب 9، يعني ما لي علاقه نوعا ما، فليش لازم ارجعه؟ انا هذه ما فهمتها الصراحه الى الان. المفروض يعني التهريب يكون بالعكس، ممنوع تروح بالعدد الاقصى. شوف اعطوني 80 دولار. ليش 80 دولار؟ ايش خربطت؟ كارجو ليست جريت. طيب ليش 80 دولار؟ انا هذه ما فهمتها يعني، انا غلطت ب 20 دولار وين؟ ما ادري والله. لقمه العيش جدا صعبه لما تشتغل في حراس الحدود، لان لازم تنتبه حياتك معرضه للخطر، ما ادري ايه يا جماعه، في اشياء كثير صعبه يعني. على العموم هلا والله، هذا يوم جديد. يس انا جاهز الان. هذا لسه موجود هنا شباب، ما كشفناه بالامس هذا. اوه ديم والله، هذا ما كان موجود بالامس يعني. اوكي شباب لازم نركز باللوحه السياره 3V1 او 3VL او اي كبيره ما ادري والله. اوكي راح نشيك، ما علينا الان. تعال السياره اللي بعدها الان، تعال هنا مع. اوكي رقم لوحته هذه مناسبه يا جماعه، ما عليه مخالفه بالنسبه. اوكي لوحته هذا مو هو يعتبر تمام، ولكن ايش عندك انت الان؟ عطني اوراقك. اي دو يو هاف سمثينج تو تريد؟ اي تريدر هذا شباب، اشتريت منه تويلت بيبر. شو تعال نبيعه ذي؟ مدينه ابيعه ذي؟ ممنوع ابيعه ذي. مدينه تاجر معاهم جديده ذي صراحه شباب، ما قد مرت علي. مارسيل كوربانوف بشيك احتياط الان تمام. 8 ماي نحن ابريل ايزي، هنا 8 ماي كمان ابريل ايزي. ترانزيت هذا عنده زد 8 زد. اوه الباسورد نمبر يا حبيبي سماتش. اوكي ليتس جو. الفوتو يب نفس صورته الان، نايس وان. خلينا نشيك الاسم، شيكناه. ما معه كارجو ليست هذا طبعا، كونفيرمت ما معه كارجو ليست اتوقع، بس خلينا نشيك الان. سكر الباب شويتين. اوكي ما اتوقع هذا معه شيء هنا شباب، دقيق شويتين. عنده بضاعه والله، دقيقه هذا عنده بضاعه طلع، ولكن ما يمدي عنده بضاعه. ثواني شوي، اوكي تعال نتاكد يمديني بس اشيكه من هنا بدون ما انزل. لا والله ما يمدي، لا لازم تنزل، لازم تنزل نزل بسرعه، لان كذا صعب علي شباب، ما راح اشوف بعدين. كذا يا جماعه شايفين كيف جالس اسجل باسرع وقت ممكن الان.
نايس وان. اوكي ايش سجلنا وايش معاه هو الان؟ واحد اوه حط حبه هو معه اثنين، اوكي يا التهريب. اربع معه خمسه وهذه ثلاثه مع اربعه، يعني كل حبه زايده معه حبه. فا ايزي رح نروح على الانسبكشن رح نحط اكس على الكارجو ليست معك هنا. شباب انا عندي سؤال الان، اذا يا ترى مسكت السكينه وفتشت هل يا ترى بيصير لي شيء ولا لا؟ عادي صح؟ ما ادري والله اذا يا ترى مسموح اسوي كذا، بجرب شباب بشوف اذا بيعطوني اعتراض عليها ولا لا، لان مو مبينه اشاره عندي هنا. شوف كل هذه ما فيها شيء اتوقع. فما ادري اذا لي الصلاحيات اسوي كذا ولا لا، ما اتوقع مسموح لي شباب ما اتوقع. انا اصلا الكيس ما عليه شيء فما المفروض اني اسوي كذا. اوكي ما راح اسوي كذا تمام. اهم شيء ترجع لي البضاعه الان مكانها، انا شيكت الان رجع. ما راح امرق شباب هذا لان عندي مخالفتين مثل ما قلنا الان. ايش كان عنده نسيت انا الان؟ عنده شباب يا باسورد نمبر وكارجو ليست مو مناسبين. تدري ايش يا عزيزي انت راح اعطيك الان دوكيمنت تبعك ولكن دينايد. يلا تقوم مع السلامه يا حبيبي مع السلامه. جالس يغلط علي كمان، تفضل حبيبي يلا ضف وجهك انت الان. ما في غير هذه السياره باقيه؟ بس؟ ليش شغلي اليوم خفيف؟ ولا نبي نكسب الان. شوف الان 100 دولار كفو، سويتها ايزي والله نايس وان. صرت احترافي الان حرس الحدود ممكن وزهير يا حبيبي. 3 في وال، هذا 3 في اي بالاخير. بارشل مكتوب جزء منها. اوه نايس وان كشفنا انا مهرب شباب. هلا والله يا المهرب، هلا 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 شرفنا ونورتنا يا المهرب. هلا عطنا 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 اوراقك الان، عطنا اوراقك يا المهرب يا الورع. نفس شكلك انت الان صح؟ وين راح؟ راح راح شباب. شو شو وقفه؟ شو وقفه شباب؟ شو وقفه؟ كيف وقفه؟ بوليس كار بوليس كار بوليس كار. ول 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 هرب 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 شباب. ليتس جو ليتس جو. يلا يلا شغل شغل دب دب هذه. شغل الضوء سيرن. ليتس جو حرك. يا ساتر يا ساتر شباب طلقت عليه والله كان ودي اني اذبح مداني. صار في عمليات مطارده باللعبه. شوف وين هرب، يا رب انه يسوي هذا الشباب، يا رب انه يخبط في شيء شجر الان ويطيح بارضه الان. يخرب بيته كيف هرب على طول. نايس وان والله العظيم حبيت الفكره شباب. خبط بالشجره، امنيتي تحققت شباب. سكر عليه سكر عليه. كيف اذبحه الان؟ وقف. استسلم استسلم. استسلمت يا الورع؟ ها؟ استسلم؟ انزل من السياره. لا وري وجهك انزل من السياره. تعال تعال راح اسوي له ارست بسرعه الان. تعال انزل من السياره بسرعه. تعال ارست. تفضل. تم القاء القبض عليه يا جماعه الخير، اخذناه الان. بوردر فافيتوري تو ريسيف نيو اوردر. بس اخلي سيارته هنا والبضاعه اللي معاه. طيب ممنوع اشيك يا شباب. اوكي ممنوع تمام 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 تمام. خلاص كذا بكون خلصنا. هذا هو معاي. شباب شوفوا من عندنا هنا. هذه اوكي ما علينا، هو هناك الان. يا المهرب، ها يا الورع، ها هالي يا المهرب، ها ايش اخبارك الان انت وراي الان؟ ها تهرب مني الان؟ والله لا اوريك ثاني مره الان. عشان كذا لازم اطلب منهم اول شيء ينزلوا من السياره قبل اخذ الاوراق منهم. لازم انتبه بذي كويس يا جماعه. وين راح انا بالسياره هذه؟ طفي السياره الان. في تليفون. وات؟ في هاتف. في هاتف شباب. وات؟ اي باريشو. وات؟ شباب يقول لك الكومندير تبعنا تعرض لعمليه هجوم من قبل عصابه او شيء يعني، والمكان ملطخ بالدماء ومدري ايش، لازم تجينا باسرع وقت ممكن. شوف اعطوني سلاح وطلق ريتي ما شريه. نايس والله لازم نروح نتعرض لعمليه قتال. الله اكبر شباب ايش دي اللعبه؟ ليتس جو ليتس جو ليتس جو. في عندنا عمليه شباب، عندنا عمليه خطيره والله. اللعبه صارت جراند فايف الحياه الواقعيه حبيبي الان. ايش في؟ واو وصلت. ايش في؟ شباب وات شوف العصابه. وات ذبحوه. وات هك انزل انزل. ول 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 كم واحد يخرب بيتك وش ذا؟ العصابات بكل مكان. ابلع ابلع ابلع. ولك هذا الرئيس كمان. لا لا كذا سويتوها تراك معي. ورا السياره ورا السياره مكالو ورا السياره. ليتس جو مكالو. ها وها ها ها. ماي جاد متت يا شباب صعبه كثير، مليون واحد ضدي. لا لا كذا والله مو طبيعي والله. اي يقول لك هو عايش الان. لا تموت صديق لا تموت. يقول لك اكارستان تحتاجك الان. اكارستان تحتاجنا عشان المهربين. متد هذا صديقنا. اوكي يا شباب شوف ايش صاير الان، شايفين هذا الشخص اللي هناك اللي حاط شغل على راسه؟ يقول لك الان يا جماعه انا ما متت، طلع الموضوع سطحي بالنهايه يعني الطلقه صايبه بشكل سطحي راسي، انا ما متت ولكن صديقنا مات يعني تمام. هذه خلاص الموضوع. الله يرحمك يا صديقنا والله كنت شخص طيب يعني، بس هذا مليون عصابه ضدنا ما كان يديني اتنفس يا ولد. ماي جاد. خلصنا التدريبات صار عندنا اشتغل بكيفي الان. ولكن يا جماعه انا اتوقع خلاص راح ننهي المقطع معانا هنا يعني. استمتعنا جدا اليوم صراحه، انا متحمس جدا لهذه السلسله لان لسه في اكشن بانتظارنا لازم نسويه ونعيشه يعني ايضا تمام. شكرا جدا لكم على متابعتكم لهذا المقطع، كان معكم محمود من قناه ممكار، يعطيكم الف عافيه. السلام عليكم في امان الله.